بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بفضل الله عاوزين نعمل كلاس بجد، عاوزين نعمل كلاس اسمه امبلوي. والكلاس اللي اسمه امبلوي ده جواه خصائص، وهي الاي دي والنيم والادرس والفون والسالري والتاكس الضريبة. وعندنا جيت نت سالري، الوظائف بقى جيت نت سالري وجيت امبلوي داتا وبرنت امبلوي داتا. تعالوا نعمل الكلام ده. في البداية انا عايز اعمل كلاس، من قائمة بروجكت هختار اد كلاس. بيقول لي هتسميه كلاس 1، قلت له لا سميه امبلوي، ده اسم الكلاس. او خد بالك بقى، ركز ما بين البيزك كلاس كومبوننت اللي خدناها قبل كده وما بين اللي احنا بنعمله. ادي اول حاجة اهو اسم الكلاس، انتر. خلاص هدخل جوه الكلاس. هو عمل لي ايه؟ بابليك كلاس وسماه امبلوي. ليه عمل بابليك؟ عمل بابليك علشان اشوفه من اماكن خارجيه، يعني لما اجي مثلا في الموديول واحد واكتب كلمه امبلوي الاقيه قدامي. خدت بالك ازاي؟ خدت بالك. تعال هنا بقى واكمل بقى جوه الكلاس. ازاي بعمل الخصائص؟ الخصائص ما هي الا متغيرات فقط. تخيل يعني لو انا جيت عملت ديم مثلا اي دي اوكي از انتجر بالمنظر ده كده، دي كده خاصيه. عملت ديم نيم از سترينج، دي كده ايه خاصيه. تخيل، شايف السهوله؟ هي دي الخصائص. ولكن علشان انت شغال على مستوى كلاس وفيما بعد هتحتاج انك تشتغل بالحاجات دي، فهتخلي الدم بدل ما هتعرف المتغير بدم هتعرفه ببابليك. بدل ما هتعرف المتغير بدم هتعرفه ببابليك. ليه؟ علشان فيما بعد لما تيجي تستخدم الكلاس تلاقي الحاجات دي متاحة ان انت تستخدمها. بابليك يعني عام، تشوفها يعني من بره. خلاص حلو قوي. يبقى انا كده عملت الاي دي وعملت النيم. نعمل الادرس، نعمل بابليك ادرس اوكي از سترينج. تمام، ادي ايه خاصية تاني عندنا؟ الفون. ادي ايه؟ نعمل public فون as string. طبعا الفون لازم يكون string علشان الارقام اللي على الشمال. خلاص طيب، نعمل السالري، نقول public salary as double، وادي انتر. وعندنا التاكس، نقول public، نقول public ادي تاكس، بس خليها public كونست بقى، كونست لان التاكس المفروض ثابته. تمام، تاكس اوكي. ودي ايه؟ از دبل، دي نسبه بقى، فبتساوي طبعا لازم اديها قيمه ما دام كونست، لازم اديها ايه؟ قيمه. فبتساوي ايه؟ مثلا نقول 0.10% كده، هو الواحد هيشيل لك الصفر. تمام، بس دي كده ايه الخصائص اللي عندي. بس شايف السهوله؟ يبقى احنا كده عملنا ايه لغايه دلوقتي؟ عملنا اسم الكلاس، لما جينا عملنا الملف بتاعه. خد بالك اسم الملف بتاعه اهو employee.vb. هنا اسم الكلاس employee والخصائص اللي جواه. حتى الان اي دي ونيم وادرس وفون وسالري وتاكس. حلو كده، دي خصائص. كل دي ايه؟ خصائص جوه الكلاس. طيب الميثودز او الوظائف بعملها ازاي يا باشا؟ الوظائف ما هي الا ميثودز، او يعني سب وفانكشن. بس شايف السهوله؟ يعني هو منه فيه، يعني الحاجات اللي انت بتاخدها بتلاقي نفسك ان انت اصلا عارفها، فاهم الفكره؟ بس فانا هعمل ايه؟ هعمل الاول جيت نت سالري. فهعمل عادي خالص، انا دلوقتي الجيت نت سالري ده هيجيب لي السالري، فهعمل فانكشن. هعمل فانكشن، الفانكشن دي هسميها جيت نت سالري اوكي. جيت نت سالري از هترجع لي دبل. حلو، وادي انتر. هاجي هنا هعمل ايه؟ انا عايز النت سالري، فهو هقول له ريتيرن على طول. ريتيرن ايه؟ ريتيرن السالري، السالري اللي عندك ماشي، مطروح منه ما بين قوسين
السالري مضروب في التاكس على طول كده، بدل ما اعرفه في متغير وارجع عندها على طول. خلاص وجيت امبلوي داتا، نعمل فانكشن. اوكي نعمل فانكشن نسميها جيت امبلوي داتا، ماشي جيت امبلوي داتا، وادي انتر. طبعا ده هيرجع ايه؟ هيرجع سترينج از سترينج، هيرجع سترينج. هاجي هنا بقى هعمل متغير نصي جوه الداله، ديم str data as string ماشي بيساوي فاضي، وابدا اجمع عليه وابعته في الاخر، اجمع عليه وابعته في الاخر. يعني هند عليه str data اقول له دمج يساوي، انت دمج يساوي هحط فيك ايه حاجات زياده، نقول مثلا ايه، نقول هنا هقول لك مثلا ايه النيم او الاي دي الاول، الاي دي خلاص الاي دي مثلا كده، هنقول مثلا ايه حط هنا ادمج معاه الاي دي، ما ده معاك بقى اللي هو الاي دي اللي في الكلاس ماشي. وهاجي ايه هنزل انتر خلاص، وهنده تاني اس تي ار داتا خلاص اند ايكوال دمج يساوي، اقول لك مثلا النيم بعد كده النيم، نقول النيم مثلا ايه ادمج معاه الايه النيم اللي عندك هنا اللي في الكلاس، النيم اللي عندك فين في الكلاس، اس تي ار داتا اوكي دمج يساوي، نقول مثلا ايه الادرس اوكي، نقول الادرس كده مثلا، واخد بالك اهو كتنسيق مش اكتر، وادي دمج، نقول ايه اطبع هنا الادرس اللي فين، حط هنا الادرس اللي فين اللي في الكلاس. يعني انت لما بتنادي على الحاجات دي خد بالك انت كده بتنادي على الحاجات اللي جوه الكلاس، اللي هي الخصائص اللي جوه الكلاس. خلاص تمام كمل بقى، احنا كده بنتعلم نعمل ايه يا جماعه، هدفنا عشان بس ايه ما تقعدش تفكر كتير، هدفنا دلوقتي ان احنا نعمل كلاس ونعمل جوه الكلاس خصائص وميثودز. عملنا الكلاس وعملنا الخصائص وبنعمل دلوقتي الميثودز. كمل str data دمج يساوي، نقول ايه الفون، انا كده بعمل ايه بجمع البيانات بتاعتي خلاص، دمج الايه الفون، وادي انت str data دمج يساوي السالري اوكي خلاص دمج ايه السالري ماشي كده اوكي. ومش هطبع بقى التاكس، يعني او لو عايز تطبعه اطبعه، اطبعه لو طبعته بقى اطبع النت سيل خلاص. يعني str data دمج يساوي مفيش مشكلة اطبع التاكس اهو، واطبع بعدها النت ايه النت سالري ماشي اهو، دمج الايه التاكس، هي كده كده ثابته في كله، فعشان كده ما كنتش عايز اطبعها يعني خلاص. ونيجي بقى ايه، نيجي str data ماشي دمج يساوي، اطبع لي بقى ايه النت سالري، النت ايه سالري، واعمل لي كده اهو، ده برضو ايه كتنسيق مش اكتر يعني، على اساس يبقى كلهم ارقامهم في صف ايه واحد كتنظيم وتنسيق كتابة. وهرجع اعدل دلوقتي تاني خلاص اند، واطبع ايه اطبع هنا بقى، هنجيب الجيت نت سالري على طول بقى، مش هقعد اكتبها تاني خلاص. طيب لغاية هنا بفضل الله تمام قوي، عايز بقى ازود في كل واحدة سطر عشان اما يجي يطبع يطبع كل واحدة في سطر، فهنا هعمل ايه دمج في بي نيو لاين، في بي نيو لاين، واخد الدمج في بي نيو لاين على الكل بقى كوبي، وهنا دمج في بي نيو لاين، وهنا انزل سطر، وهنا انزل سطر، وهنا انزل سطر، بعد كل واحدة انزل سطر، بعد كل واحدة انزل ايه انزل سطر. خلاص كده هتخرج من هنا بعد السطور دي كلها، هتلاقي الاس تي ار داتا في كل البيانات اللي انت عايز محتاجها، اللي انت عايزها عن الموظف. ففي الاخر اقول له ريتيرن الايه ريتيرن الاس تي ار داتا بس كده ماشي. دي كده اخر واحده عندي بقى، اخر ميثود عندي هنعملها، دي هتبرنت فهنعملها سب هنسميها برنت امبلوي، برنت امبلوي داتا
وادي انتر. دي بقى هتعمل ايه؟ دي هتعمل انت كونسول دوت رايت لاين، وهتنادي على مين؟ على اللي انت لسه عاملها حالا اللي هي جيت امبلوي داتا. بس تمام عشان ما تكررش اكواد. خلاص كده، بس كده احنا عملنا ايه؟ عملنا كلاس ولكن لم نستخدمه. الكلاس ما بيستخدمش زي ما قلنا قبل كده وشرحنا في اساسيات الايه؟ الاوبجكت اورينتد بروجرام. كده احنا عملنا كلاس ونسيناه خلاص. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك، طب عملت لايك، ده دوسه دوسه اشتراك، عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا، عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك، وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.